مصيف فلسطين من رام الله الجميلة بتناقضاتها وألوانها المختلفة اللي بتجمع أكثر من ثقافة لتخلق منها بيئة مميزة وجذابة. فيها ميدان المنارة اللي بيدل على تاريخها وأصالتها، وفيها ميدان الشهيد ياسر عرفات ورمز الجندي اللي بيثأر لوطنه. ومع ناسها الطيبين والبسيطين رح نكون معهم اليوم من وسط مدينة رام الله، المدينة العصرية بامتياز. بنبدأ أولى حلقات برنامجكم الرمضاني سؤال على الماشي اللي رح يكون في جوائز قيمة مقدمة من شركة جوال. خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية جوال. مرحبا، رمضان كريم. الله أكرم. تعرفنا عن حالك؟ هيثم أبو ريدي. أهلا وسهلا فيك. إيش بتشتغل؟ أنا مهندس كمبيوتر، عندي محل الكسراوي للكمبيوتر. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف أجواء رمضان في رام الله؟ والله الأجواء مش زي كل سنة، أنت عارف كيف الموظفين وكيف الرواتب ونص راتب، فما بكفي، فالحركة التجارية كثير سيئة بصراحة يعني. بفرجها الله إن شاء الله. أي قرن تأسست في مدينة رام الله؟ أي قرن؟ القرن في خيارات؟ لا، أنت حاول. القرن الحادي عشر، الثاني عشر. لا، إجابة خاطئة. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. يعني بتوقع 1800، الألف وثمانميات يعني. لا، إجابة خاطئة. شكرا لك. أهلين. كل سنة وأنت سالم. أنت سالم. أهلين. بتعرفين عن حالك؟ باسمة رباح من رام الله. أهلا وسهلا فيكي. بتشتغلي؟ والله في المؤسسة الفلسطينية للإنتاج الزراعي. تمام. كيف شايفي أجواء رمضان في رام الله؟ منيحة والله، ماشي حالها، بس شوي الأسعار يعني إنها دائما غالية، بنعاني من هاي الشغلة. طيب، بتعرفي بأي قرن تأسست مدينة رام الله؟ مدينة رام الله يعني أنا بعرف إنها في السادس عشر، بس ما بعرف بجوز في نصها أو في أولها، المهم في السادس عشر. متأكدة؟ إجابتك صحيحة، هيك بتكوني ربحتي معنا 100 دولار مقدمة من شركة جوال. كل سنة وأنت سالمة. ألف عافية، يعطيكم ألف عافية ومشكورين جدا، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. يسلموا ايديك، شكرا لك. اهلا، كل عام وانتم بخير. شكرا لكم. يا هذا البرنامج برعاية جوال. رمضان كريم. الله اكرم. تعرفنا عن حالك؟ محمد جمال، راتب عميرة. اهلا وسهلا فيك. ايش بتشتغل؟ موظف حكومي في نعلين، موظف اوقاف. اهلا وسهلا فيك. كيف شايف أجواء رمضان بالبلد؟ إن شاء الله أنها يعني بداية جيدة إن شاء الله، والناس تعود لربها أكثر من قبل. إن شاء الله يا رب. تعرف إنه في أسود عندنا خمسة موجودين على دوار المنارة، صح؟ في وسط مدينة رام الله. بتعرف لإيش هاي بترمز؟ والله كنت أعرف هذا الأسود. لا والله لا. لا. طيب شكراً لك. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، الله يسعدك. رمضان كريم. رمضان كريم. أهلي. تعرفنا عن حالك؟ أنا محمد. أهلا وسهلا فيك. إيش بتشتغل محمد؟ والله تخرج من الجامعة جديد وبدور على شغل، بس حاليا بشتغل مع أبوي. موفق يا رب. كيف شايف أجواء رمضان بالبلد؟ زي كل سنة عادي. زي كل سنة. طيب أنت بتعرف في عدوار المنارة خمس أسود بوسط مدينة رام الله، بتعرف إيش دلالة هاي الأسود الموجودة بالدوار؟ والله ما عنديش فكرة. ما عندك فكرة؟ طيب كل عام وانت بألف خير. انت بألف خير يا رب. شكرا. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. تعرفنا عن حالك؟ رمز الشريف. كيف شايف أجواء رمضان بهالبلد؟ نيح الحمد لله، الناس دائما متحمسة، كل سنة بتعرف كيف أول إشي بيكون فيه تحمس حلو، والحمد لله جوامع بتتعبى، ويعني الوضع بتعرف كيف عنا كتير حلو الحمد لله. طيب هلا انت على دوار المنارة في خمس أسود، صح؟ صح. بتعرف ايش لايش بترمز او ايش بتمثل هاي الاسود الخمسه الموجوده على الدوار؟ كل اسد بيمثل عيله من العائلات القديمه اللي هم اصل من رام الله يعني. طيب بتعرف مين اللي يعني المؤسس الاول لهي العيله؟ المؤسس الاول لا والله صراحه ما ادري. ما بتعرف؟ اللي هم بيدلوا على الخمس عائلات الاصليه من سكان رام الله الاصليين يعني الاساسيين. هي صح، مزبوط، اجابه صحيحه، بس هو لراشد حدادين، وهدول الخمس الأسود لهم لخمس أبناء لإله اللي هي بترمز لعائلات رام الله. مبروك، ربحت معنا 100 دولار مقدمة من شركة جوال. كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير، الله يسعدك، وشكرا لكم، شكرا لشركة جوال. مبروك. الله يبارك فيك يا ربي، يسعدك. مبروك.
رمضان كريم. الله أكرم. تعرفين عن حالك؟ جيهان سعيد شماسنا. أهلا وسهلا فيكي. شو كيف شايفة أجواء رمضان بالبلد هون؟ الحمد لله يعني أجواء منيحة وإن شاء الله خير السنة هاد. إن شاء الله يا ربي. بتعرفي إمتى بصادف يوم الشهيد الفلسطيني؟ يعني بال2005. جابي خاطئ. كل عام أنت بألف خير يا رب. أنت بخير. نعاد عليك الصحة والسلام. رمضان كريم. الحمد لله رمضان كريم. تعرفنا عن حالك؟ ربح العروري. أهلا وسهلا فيك. إيش بتشتغل عم؟ أنا موظف في وزارة الثقافة على طريق التقاعد. طيب عمو، كيف شايف أجواء رمضان هون بالبلد؟ هو رمضان بشكل عام، مش اليوم، بشكل دائم، هو شهر للمحبة والتفاهم بين الناس، إضافة طبعاً إنه شهر عبادي. طبعاً. طيب عمو، بتعرف بأي يوم بيحيوا يوم الشهيد الفلسطيني؟ هو مش في أيام رمضان، في 7 كانون ثاني. هو صح، 7 كانون الثانية من 1969. هيك مبروك، ربحت معنا $100 مقدمة من شركة جوال. تفضل. كل عام أنت بألف خير. أنت بألف خير، شكراً لكم. أهلا وسهلا. هذا البرنامج برعاية جوال. رمضان كريم. الله أكرم. تعرفنا عن حالك؟ فرح سليمان. أهلا وسهلا فيك. شو بتشتغل عمو؟ مدير مكتب محامي. طيب كيف شايف أجواء رمضان هون بالبلد؟ الحمد لله خير. الحمد لله. طيب تعرف كم دولة بتطل على البحر الأبيض المتوسط؟ البحر الأبيض المتوسط عشر دول. لا، للأسف إجابتك خاطئة. كل سنة وأنت سالم. أنت سالم. تعرفنا عن حالك؟ عمار. أهلا وسهلا فيك عمار. شو كيف شايف أجواء رمضان هون بالبلد؟ تعرف كم دولة بتطل على البحر الأبيض المتوسط؟ لا والله. تعرفوها؟ لا والله. طيب حاول. فلسطين، الأردن. كم دولة يعني عدد؟ 6. إجابة خاطئة. كل عام أنت بألف خير. خير. أهلا وسهلا. كم دولة على البحر الأبيض المتوسط؟ يعني تقريبا لبنان وفلسطين ومصر 3 وليبيا 4، يعني تقريبا 6 7 أو 8 هيك في الحدود هذه يعني. طيب أعطيني إجابة هيك من الآخر، يعني 6 ولا 7 ولا 8؟ بجوز 7 الله العليم. آخر إجابة؟ يعني هيك تقريبا يعني، بس بالضبط أنا حكيت لك يعني مش عارف. طب أنت بتحكي لي يا 6 يا 7 يا 8. 8 بجوز. 8. 8 متأكد؟ متأكد. ترجع تعدل لي إياهم كمان مرة؟ 4 منهم بس بديش إياهم كلهم. 4. لبنان وفلسطين ومصر وسوريا الله العليم كمان طيب شكراً لإلك، مبروك، ربحت معنا $100 مقدمة من شركة جوال. كل عام تبقى ألف خير. وانت بخير. هذا البرنامج برعاية جوال. تعرفي الرسمة الكاريكاتيرية حنظلة؟ والله مش غاد غاد يعني. تعرفها؟ طيب عرفنا عن حالها. آدم فراج من مدينة نابلس. أهلا وسهلا فيك. إيش جاي تعمل هون في رام الله؟ والله جاي نطش نغير جو. كيف شايف أجواء رمضان هون في رام الله؟ والله الحمد لله تمام. تمام. طيب لمين قلت لي الرسمة الكاريكاتيرية حنظلة؟ لناجي العلي. ناجي العلي. طب مش هذا سؤال. هلا هو بأي سنة تم اغتياله وين؟ بريطانيا 1987. كمان مرة. بريطانيا 1987. متأكد من إجابة؟ متأكد. إجابتك صحيحة، وربحت معنا $100 مقدمة من شركة جوال. مبروك وكل عام أنت بألف خير. بس عرفنا عن حالك قبل هيك. ضياء ياسين مخيم الجلزون. كمان مرة. ضياء ياسين مخيم الجلزون. أهلا وسهلا فيك ضياء، مبروك. مبروك. كل عام أنت بألف خير. بألف خير يا رب. شكرا لكم. ها
هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم اللي كانت من وسط مدينة رام الله، وأكيد بنرجع نلتقي فيكم بحلقة جديدة ومدينة جديدة. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.